عايزة اقول لك ان احنا علينا دور كبير قوي يا محمد. يعني الاعلام عليه دور في تشكيل وعي المجتمع زي ما احنا بنقول، لانه احنا الحقيقة الاعلاميين سواء في التلفزيون او في الاذاعة بيطلعوا بيوصلوا لحضراتكم المعلومات. المعلومات دي لازم تكون من مصادرها الموثوق فيها، معلومات دقيقة جدا لازم الاعلامي يحصل عليها قبل ما يقولها. احنا دايما يا جاد احنا حتى في شغلنا نبقى بندور على المعلومة الصح، احنا بنتناقش دايما مع فريق الاعداد رئيس التحرير، نتكلم انه ازاي هنقول خبر فلاني، لازم نوصل المعلومة للناس في ظروف زي دي، بنطلع بنطل على الناس بالمعلومات كل يوم رغم الظروف علشان نقدر نطمنهم، نقدر نقول لحضراتكم اخر البيانات اخر الاحصائيات. علشان كده الاعلامي دايما عليه دور مهم جدا، لانه زي ما بيقولوا كده انه الكلمة اللي بتطلع منه زي الرصاصة، لانها لو خرجت مش هينفع ترجع تاني، فلازم تكون المعلومه فعلا مهمه ومن مصادرها الموثوق فيها. وبعدين عايز اقول لكم انه في ناس كتيره جدا وفي قوه كتير مش عايزه تشوف بلدنا مستقر، هم بيحسوا بضيق كده لما بيشوفوا اعمال البنى والتنميه والاستقرار اللي موجود في بلدنا. علشان كده الاعلاميين عليهم دور كبير جدا في التصدي للاعلام الماجور، مش بس كده وللشائعات كمان اللي يمكن على طول مستمره، واحنا دايما بنحاول نطلع ونقول انه بنكذب الاشاعات دي ونقول الحقيقه كمان يا محمد.